شكرا السيدة الرئيسة. شكرا السيد الرئيس. لا خلاف أننا اليوم جميعا مسؤولون عن تفعيل الدستور، وأن التفعيل مسؤولية جماعية لأن إنتاجه كان جماعيا وضمانات تفعيله يجب أن تظل دائما جماعية. سؤالكم أترى في البداية موضوع ديال ولوج المعلومة، وتعرفون بقية القصة أنه في إطار التعاون والتوافق حصل تفاهم بين الحكومة ممثلة في السيد الوزير ديال الإدارة العمومية وبين الفرق على المعالجة التشاركية والتعاونية لهذا الملف. الآن نحن أمام ملف جديد، مسار المقترح قانون التنظيمي المتعلق بلجنة تقصي الحقائق، والذي انخرطنا فيه كحكومة عكس ما يروج ويكتب هنا وهناك من القضية الشوباني ما الشوباني. هذه حكومة كانت داخلة بإرادة في تتبع الموضوع، إلى أن دخل يعني تغيير جديد. هنا أتأسف لأنه ما يقال وما ينشر يحكي نصف الحقيقة أو بعض الحقيقة. 28 يونيو وقع تغيير في الموقف، كنا من خارطين وصلنا إلى لحظة أن نصوت على التعديلات. وأنا شخصيا لما وقع التغيير في الموقف اتصلت بالسيد رئيس اللجنة، هو معنا السي حنين، وسألته عن شنو المعلومات اللي عنده. قال لي اتصل بي السيد رئيس المجلس وطلب مني توقيف المناقشة. كاين شي صحيح ولا ما كاينش؟ كاين شي ولا ما كاينش؟ إذا نحن الآن أمام إشكال تعاون المؤسسات ليس الحكومة. الحكومة بعد ذلك جابت المشروع ديال القانون. إذا يجب أن نؤطر الموضوع هكذا. كاين إشكال الآن في تفعيل الدستور في قضية على مستوى مؤسسات ديال الدولة، ليس نزقا حكوميا وليس خفة حكومية وليس عدوان على البرلمان كما صور للأسف الشديد وكما يقال. فلهذا يجب أن يوضع الموضوع في إطاره الصحيح، وهنا طبعا كل واحد يتحمل مسؤوليته في التفاعل المسؤول مع هذه اللحظة ومع هذا المشروع، لكي بعد ما يتحل عليكم في البرلمان أنتم الجهة المشرعة ولكم واسع النظر. شكرا. السيد الرئيس المحترم، الخطر كل الخطر عندما تقال الحقيقة مجزأة أو مبعثرة. أنا أعطيتك معطيات لأنني كنت مسؤول عن متابعة الملف حكوميا وتابعته مع اللجنة باحترام ومسؤولية، ولما وقع ما وقع أنا بنفسي طلبت المعلومات. أنا كنت مع مؤسسة، أنا عندي علاقات مع البرلمان، وما أحكيه هو حقيقة واقعة، وبالتالي فليس الأمر هنا عملا حكوميا كما قلت فيه خفة. الحكومة قدمت المشروع ديالها، امشي على المجلس الوزاري، اتحل عليكم ولكم وسع النظر.